بالجهاز الكبير عشان ده ما يحصلش. لكن يبقى اذا كنتوا بتتكلموا في تنشيط سياحي انا معاكم في كل الجهود اللي بتعملوها، واي فكره ممكن تعمل حاجه احنا مستعدين لها. لكن يبقى شيء، السياحه الحقيقيه. وبالمناسبه لو احنا عندنا استقرار وامن حقيقي كامل، كنت كان النهارده ممكن نتكلم مش في 10 مليون و15 مليون و20 مليون سائح، كنا نتكلم في 30 و40 مليون، لان مصر غنيه بشواطئها الجميله وغنيه باثارها الجميله، تاريخ عظيم هناك. وبالمناسبه الكلام ده مش النهارده بس، انا كنت اتمنى ان احنا نقول السياحه اتضربت في تاريخ مصر على مدار الخمسين سنه اللي فاتوا كم مره، وكان ده تاثير ايه على استقرار هذا المرفق او هذا القطاع ونموه. صدقوني لو ده ما حصلش على مدار الخمسين سنه اللي فاتوا، كل 10 15 سنه توجه ضربه، كان زمان النهارده قطاع السياحه فوق التصور، لان الناس النجاح بينمو وبيجيب نجاح اكتر. ف دي النقطه بس اللي اتقالت على السياحه عشان نخلص. خاص المهجان الشعبيه انا متحسب، بس ان احنا يعني المهجان الشعبيه يبقى برضه هيبقى موجود في الشارع ومعاه حاجه يدافع بيها، فانا متحسب ان ده امر يدخلنا لكن انا هقول حاجه ثانيه. بدل ما نقول مهجان شعبيه نقول الوعي المجتمعي، وده ما ينطبقش على سينا بس، على كل مصر. مش ممكن يكون الناس عايشه في وسطينا واحنا ما نبقاش عندنا حجم كبير من الايجابيه في ان احنا نقول يا جماعه في ما عندنا حد افكاره متلخبطه. بيبقوا عايشين في وسطينا واحنا شايفينهم، ويمكن يكون كمان عارفينهم، يعني عارفين ان الفكر بتاعهم واصل للتكفير او الارهاب، ومحدش يتكلم وبيعتبر ان ده جاره ما يتكلمش عليه. خلي بالكم انتوا بتتكلموا على دوله، انا بقول لكم تاني يا مصريين، فيها 93 مليون. لو ما كناش كلنا نخلي بالنا منها، مش الامن لوحده هيقدر يحل المساله، لكن احنا كلنا مع بعض نقدر نحل المساله. فبس انا عايز اقول للجنيه الشعبيه انا متحفظ عليها عشان نخلي الامور تحت السيطره. الأستاذة إسراء قالت جنوب سيناء، وقالت المنى التجاري والمواد الخام وجامعة الملك سلمان والجنسية. أنا اتكلمت على الإجمال في الموضوعات اللي فاتت ديت، لكن أنا هاجي على موضوع إثبات الجنسية. بدون شك الإجراءات الإدارية صعبة في كل مصر، لأنها مش مميكنة والعامل البشري هو الحاكم فيها. مش على قد بس شمال وجنوب سيناء أو سيناء لوحدها، ولكن حساسية سينا هي اللي عاملة كده. حساسية سينا وإثبات، لأن يترتب على الجنسية حاجات كتير جدا للملكية في سينا، مش كده ولا إيه؟ أنتوا عارفين ده مش كده؟ وده بالتالي ده ما كانش موضوع دلوقتي بيطرح دلوقتي فقط، ده بتروح من سنين طويلة فاتت. أنا عارف من سنين طويلة فاتت، وكان دايما بيبقى الاجهزه الامنيه متحسبه وعايزه تطمن ان احنا لما نقول ان ده من اهالي سينا يبقى من اهالي سينا. وحصل كلام كتير برضو افتكروا، وانا مش عايز اقول مش عايز اشاور على حاجه هنا دلوقتي، لكن افتكروا ان حصل خلال السنين اللي فاتت اجراءات تم يعني اعطاء الجنسيه لناس مش من اهالي سينا. فالتحقق اللي بيتم ان كان بياخد وقت وجهد ما تزعلوش، بس هو الهدف منه في الاخر ان احنا تبقى الارض دي ارضكم ومحدش يمسها. البناء التجاري في الطور وجزنينة كمواد خام، انا عايز اقول ان احنا في خريطة شاملة لمصر، دي موجودة فيها كل الموانئ اللي احنا عايزين نعملها ونطورها، سواء كنا هنعملها عن طريق الدولة أو حتى عن طريق القطاع الخاص. والكلام ده برضه بينطبق على المطارات. إحنا ماشيين في الخطة دي، بس أنا عايز أقول على حاجة. أنا ممكن أقول لكم على موضوع دلوقتي
ناخد فيه قرار، وساعة لما نيجي ننفذه تجده بياخد من سنة واثنين وثلاثة. وده مش عشان الدولة، يعني عشان نكون منصفين، مش الدولة معناها ان هي بطيئة ولا او متباطئة، او الاجراءات الادارية والاجراءات بتاخد وقت. احنا اعلنا على الاربعة مليون فدان، واول مجموعة منه واحد نص مليون فدان من سنتي، وطرحنا اول طرح ل 500 الف فدان يمكن من ست شهور، مش كده ست شهور، لغاية وانا بكلمكم النهاردة ما تزرعتش الارض دي، يعني ما اتخدتش الارض وتسلمت للناس. مش تباطؤ من الحكومة او من الشركة، دي شركة احنا شكلناها شركة خاصة للموضوع، لكن في الاخر بيترتب على كل اجراء الشركة دي هتعمله. انا بجيب بس مثال ليه الوقت بيبقى طويل على مستوى الدولة في اي تصور نطرحه للتنفيذ. وانا بكلمكم كده لغاية النهاردة في الطرح الاولاني ل 500 الف فدان احنا لم نسلم الارض للناس اللي كانت طلبت انها تاخد ارض في ال، وبقول كده ليه؟ لان ده الواقع اللي احنا قبل ما هنعملها هاخد وقت. الكلام ده كان قبل كده لما نيجي نطرح نقول هنعمل مليون فدان ياخدوا 15 سنه و20 سنه، ونجد النتيجه بعد ال 10 15 سنه ان الرقم اللي تم زراعته من المليون فدان اللي طرحناهم ولا قلنا عليهم مثلا 30 40 الف فدان. احنا بنحاول ما نعملش كده دلوقتي، بنحاول نقول 500 الف فدان يبقى ال 500 الف فدان متجهزين يتزرعوا والناس تخش وتاخد وتشتغل عشان نتحرك قدام. انا اتكلمت على الاستاذ محمد كان بيتكلم ان هو بيقول انا عندي 35 سنه كل سنه وانت طيب، على موضوع انه يعني عيد تحرير سيناء، وبيتكلم على فكره تنشيط صحي وانا رديت عليها في معرض كلامي لكم تعيينات اوائل الخريجين. يعني عايز اقول ايه؟ كنت ممكن اقول لك حاضر، كنت ممكن اقول لك حاضر، لان طبعا هو مجتهد واجتهد وصحيح، بس انا عايز اقول لك على حاجه لكم كلكم في القطاع الحكومي في الدوله، حجم اللي موجود فيه احنا محتاجين يمكن 20% بالكتير، 20% من كتير. تقول لي طب يا فندم، طب ما الناس دي والناس اللي بتطلع كل سنه مئات الالوف اللي بيتخرجوا دول ما لهمش شغل. احنا بنحاول نحل، بس انا عايز اقول حاجه، وانا قلت لكم مره قبل كده يا مصريين وانتوا بتسمعوني دلوقتي، الموضوع مش انا بس، احنا كلنا. واحنا اتفقنا ان احنا بالنمو بتاعنا ده لن يستطيع احد، لا انا ولا غيري، ان هو يوفر حجم شغل ل 700 800 الف ينزلوا سوق العمل كل سنه. مين؟ فرصة العمل بكام؟ فرصة العمل بكام؟ يعني عشان ندي نعمل فرصة عمل، حد يقول لي من الشباب، حد يعرف فرصة العمل بكام؟ ده لو قلت 100 ألف جنيه ده رقم متواضع جدا، مش كده ولا إيه؟ متواضع جدا. فرصة العمل الحقيقية كانت قبل التعويم من 100 ألف لمليون، الفرصة الواحدة، الفرصة الواحدة من 100 ألف لمليون. دلوقتي ممكن نقول من 200 ألف ل 2 مليون. طب لو انا عندي 700 ألف يبقى عايز كام؟ عايز ارقام مش موجوده. احنا وده فرصه واتكلمت فيها على استحياء وبلطف شديد للمصريين، النمو السكاني بتاعنا اللي احنا موجودين فيه ده لن نستطيع من خلاله ان احنا نتقدم بالشكل اللي احنا بنتمناه، ان احنا يبقى 3 و4 واكتر من كده صعب، صعب قوي. وانتم وانا عايز اقول ايه، لو يعني حوالي 60% ولا من شباب مصر، يعني من المصريين شباب، فكل ما هيبقى مقبل ان شاء الله على الجواز ربنا يوفقكم بس ننظم يعني فانا ما اقدرش اقول لك ان احنا في تعيينات ان احنا ناخدهم عشان هم الاوائل. ممكن اريحك واحنا قاعدين دلوقتي، طبعا بنبذل وبنحاول وبنحاول ان احنا نعمل فرص عمل حقيقيه. وبالمناسبه بقى، هو اللي احنا اسمعوا يا مصريين اللي هقوله لكم ده، كان سهل عليا والطف ان انا ما اخدش اجراءات الاصلاح الحقيقيه. وكل الناس كانوا وموجوده
السيد رئيس الوزراء والتموين وكل اللي حاضرين معاه يقول لك بلاش الاصلاح ده، مش كده ولا ايه؟ بس مش كده، مش كنتوا انتوا بتقولوا يعني احنا؟ فانا قلت ايه يعني، هنقعد على خرابها يعني، هنقعد على خرابها عشان احنا الشعبيه والكلام اللي بيقولوه ده؟ لا والله، نقعد على بناها وعمرها ينسبها ونمشي، لكن احنا ما نقعدش ابدا على خراب بلدنا وناخد الاجراء الصعب القاسي المؤلم. وبالمناسبه المصريين كانوا على قدر التحدي، كل الناس كانت قايله. طب انا الكلام ده مش سر ولا حاجه، قالوا في خليها بعد 11 نوفمبر. ليه؟ قال لك عشان بس يكون عند يعني سيد وزير الداخليه، قال لك خليها بعد ال 11 احسن ينزلوا الناس. قلت له والله العظيم انا ما هخدعهم، يعني اسكتهم لغايه لما نعدي وبعد كده. لا لا ما يصحش، احنا هنعمل الاجراء الصعب القاسي المؤلم، بس اللي هو في الاخر هنقدر من خلاله ان يبقى فيه غد افضل وحياه احسن. وصبركم وتحملكم ليه ثمن وليه قيمه هتشوفوها. واحنا ما بنبيعش الوهم للناس، احنا ما بنبيعش الوهم للناس، احنا بنحاول نكون صادقين وامناء وشرفاء معاكم، وربنا يعيننا على ذلك. الاستاذه رقيه بتقول لي التلوث والتلوث. طيب احنا خلينا نتكلم كلام كل النهارده، تطلع خلال الاسبوع ده لجنه من الرقابه ومن اجهزه الدوله المعنيه بالموضوع، ونراجع المصانع اللي موجوده هناك ونشوف هل نسب التلوث ونسب الاشتراطات البيئيه اللي وزاره البيئه حطاها مع وزاره الصحه مع ده مع ده متحققه ولا لا، ونعلن. اولا ان كان مش مظبوط نظبطها، ان كانت مظبوط نطمن الناس ونقول لهم لا اطمئنوا نسب التلوث اللي موجوده دي نسب دوليه ونسب طبقا لمنظمه الصحه العالميه، ما اطمنوا. طريق السخنه، طريق السخنه احنا عملنا خلاص، خلصنا بالفعل وهنفتتحه خلال ايام. طريق الجلاله ده طريق ثلاث حارات وثلاث حارات من الزعفرانه للسخنه حوالي 82 كيلو، ده خلص خلاص هنفتتحه وان شاء الله يبقى طريق ونعمل ونرفع كفاءه طريق السخنه اللي هو الساحلي، مع الوضع في الاعتبار ان انتم لازم تعرفوا ان الطرق اللي بتتعمل لو ما كناش العربيات النقل تلتزم بالحمولات القانونيه احنا هندمر الطرق بتاعتنا. وده ما فيش، مش بتقولش ايه وزاره الداخليه تشوف، مش عارف مين يشوف، لا احنا نشوف مع بعضنا. بقول تاني، الطرق اللي معموله النهارده اللي احنا لو ما خدناش بالنا منها هيدمرها الاوزان او الحمولات الزياده اللي حدث فيها تسيب خلال الست سنين اللي فاتوا. فرص عمل لابناء المحافظه، ده انا متصور ان السخنه والمناطق الساحليه اللي موجوده بالقرب من السويس دي فرصها اكتر من اي حد تاني، يعني بتوفر فرص عمل. ما هو انا عايز اقول لكم، ما هو احنا برضو يعني، طب ليه انتوا بتقولوا ليه بياخد من محافظات اخرى؟ طب فبس يعني خليني اقول ايه، اولا بصوا جدارة التأهيل سواء كان المهني او العلمي هتفرض نفسها على كل الناس، السوق بياخد كده. اللي بياخد هناك هياخد هيسيب السويسي ليه؟ لو السويسي مؤهل زيه زي اللي هو عايزه او اللي هو محتاجه هيحصل ده. وانا ما اقدرش اقول لشركات القطاع الخاص اللي هناك خد ده وسيب ده، ما اقدرش اعمل كده. لكن احنا نقدر ندي، بقول لكم في فرص عمل
اكتر انه يعملها. ايوه حاضر. ما احنا في مواد هتتعمل.